مجلس الوزراء ينفي تخفيف الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا في الوقت الراهن. حصيلة ضحايا فيروس كورونا في سائر أنحاء العالم تقترب من 150 ألف وفاة. الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة. أهلا بكم. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع المواطنين الأقباط. يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. كما تقدم رئيس مجلس النواب بتهنئة مماثلة للبابا توادروس. في غضون ذلك ترأس البابا توادروس الثاني صلوات الجمعة العظيمة في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون وبدون حضور شعبي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعض الشائعات عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدا أنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، وأن الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعا لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات. كما نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن استيراد وزارة الصحة شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات. كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أمس أنه تقرر غلق كامل للمحال التجارية والمولات والحدائق والشواطئ يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل لمكافحة فيروس كورونا. وعشان كده يمكن كان التوجه فيما يخص التعامل مع يوم الاثنين القادم اللي هو طبعا مناسبة شم النسيم، ان احنا ناخد بعض الاجراءات المتشددة في التعامل مع هذا اليوم بالذات. ان احنا يمكن هنبقى التعامل مع يوم شم النسيم هيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت اللي احنا عارفين اللي بيتم فيهم من غلق كامل للمحال التجارية والمولات، وان
ان احنا يمكن الاهم مع هذا الموضوع ان احنا بنؤكد، وده يمكن اللي اكدته لكل الساده المحافظين، ووزاره الداخليه هتبقى موجوده معانا على الارض في التنفيذ، غلق كامل لكل المتنزهات والحدائق العامه والشواطئ والاماكن اللي بيبقى ممكن فيها اي نوع من التجمعات، اللي هو طبقا للاجراءات اللي احنا واخدينها فيما يخص يومي الجمعه والسبت. وقال رئيس مجلس الوزراء انه تقرر ايضا تعليق كل وسائل النقل العام يوم شم النسيم الموافق العشرين من شهر ابريل الجاري لمكافحه فيروس كورونا. وسائل النقل العام في هذا اليوم، وبالتالي أنا بتكلم هنا على السكة الحديد وعلى مترو الأنفاق وعلى الأوتوبيسات النقل العام، وأيضا وسائل النقل النهري والحركة النهرية، والأهم كمان أيضا إيقاف كل أوتوبيسات الرحلات اللي بتنتقل ما بين المحافظات أو ما بين المدن والشواطئ في هذا اليوم، علشان كل ده نحد من الكثافات اللي ممكن إنها الطبيعي إنها بتحصل في هذا المكان. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما يقرب من 150 ألف شخص حول العالم، بينهم ما لا يقل عن 34 ألفا في الولايات المتحدة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت حان لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي المغلق بسبب فيروس كورونا المستجد. في ظل انتشار جائحة وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 150 ألف شخص حول العالم، من بينهم ما لا يقل عن 34 ألفا في الولايات المتحدة الأمريكية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح فيه تحدي لهذا الوباء، حيث اعتبر أن الوقت قد حان لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي رغم أن بلاده هي الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بالمرض. بناء على البيانات المحدثة المتوفرة لدينا، فإن فريق خبرائنا وافق على بدء المرحلة القادمة في الحرب ضد فيروس كورونا التي ندعوها إعادة فتح أمريكا مجددا. ترامب أكد أيضا أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي المغلق لا تعني أي تهاون في مواجهة فيروس كورونا المستجد. الأمريكيون الذين يتمتعون بصحة جيدة سيتمكنوا من العودة إلى العمل إذا سمحت الأوضاع على الأرض، بدلا من حالة الإغلاق الكلي التي نعيشها الآن. هذا وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 670 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 34 ألف وفاة، لكن هناك مؤشرات ظهرت على تباطؤ الفيروس بخاصة في ولاية نيويورك الأكثر تضررا. وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 146873 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في مدينة ووهان بالصين، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة، حيث وصلت إلى 4,505 حالات، بينما سجلت المملكة المتحدة 861 حالة، وسجلت فرنسا 753 حالة. ويخضع حاليا أكثر من 4.4 مليار شخص في العالم، أي أكثر من نصف سكان الكوكب، للعزل أو لحالة الطوارئ أو ترغمهم السلطات على البقاء في منازلهم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجدة، حيث أصاب الفيروس أكثر من مليوني شخص حول العالم، ولا يوجد أمام العالم سوى انتظار خروج لقاح يحجم من انتشار هذا المرض ويسيطر عليه.
قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده قررت فتح تحقيق لكشف مصدر فيروس كورونا المستجد من دون استبعاد أن يكون مختبر صيني في ووهان مصدر تفشيه. وجاءت تصريحات بومبيو ردا على سؤال حول مقال بصحيفة واشنطن بوست يؤكد أن سفارة الولايات المتحدة في بكين كانت قد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل عامين عن تدابير وقائية غير كافية في مختبر في ووهان يعمل على دراسة فيروسات كورونا لدى الخفافيش. أظهرت أحدث البيانات في ألمانيا أن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت لتصل إلى نحو 138 ألف لتسجل الإصابات الجديدة زيادة لليوم الثالث على التوالي. وأظهرت البيانات أيضا زيادة عدد الوفيات بواقع 299 لتصل إلى 3868 حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا التي سجلت أكثر من 90,000 وفاة لا تزال في قلب الأعصار بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد. في غضون ذلك قررت حكومات عدة أو تعتزم تخفيف إجراءات العزل المفروضة في إطار مكافحة الوباء العالمي بعد تضرر اقتصادها. في الوقت الذي قررت فيه حكومات عدة دول أوروبية أو تعتزم تخفيف إجراءات العزل المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا والتي سجلت أكثر من 90,000 وفاة لا تزال في قلب الإعصار بالنسبة لتفشي الوباء العالمي. Make no mistake, despite the spring weather. على الرغم من وجود بعض المؤشرات المشجعة إلى أننا ما زلنا في قلب الإعصار، بعض الدول لا تزال الأوضاع لديها متأزمة بشكل كبير، بينما بدأت أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقل في بعض الدول الأخرى. لكن من الضروري أن نحافظ على الإجراءات التي نتخذها، لا سيما التباعد الاجتماعي وغيره من التدابير التي من شأنها منع انتشار المرض والحفاظ على حياة المزيد من الأشخاص. وفي تأكيد على أن الفيروس لا يزال يمثل تهديدا كبيرا على القارة العجوز، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرجاء العرض العسكري السنوي في الذكرى 75 للانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. إن المخاطر المرتبطة بالوباء الذي لن يصل إلى ذروته في 9 مايو لا تزال مرتفعة جدا، وهذا لا يمنحني الحق بإطلاق تحضيرات العرض وغيره من الفعاليات الجماهيرية. من جهتها أعلنت المملكة المتحدة مساء تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس ل3 أسابيع على الأقل، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي حصد نحو 14,000 وفاة حتى الآن. وتشعر عدة دول أوروبية بالقلق جراء تداعيات دراماتيكية للقيود على اقتصاداتها المتوقفة، وبدأت بتطوير خطتها لتخفيف إجراءات العزل، وحتى إن بعضها قام بتخفيف عدد من هذه التدابير متذرعة بتباطؤ أعداد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة وإلى المستشفيات. ومن بين هذه الدول سويسرا، والتي رفعت إجراءات العزل بشكل بطيء وتدريجي اعتبارا من 27 أبريل، وإيطاليا التي تعتبر الدولة الثانية الأكثر تضررا في العالم، وليتوانيا والنمسا، حيث أعادت هذه الدول فتح بعض محلات تجارية. كما أعلنت ألمانيا أنها تنوي إعادة فتح بعض محلها التجارية قريبا، واعتبارا من 4 مايو سيأتي دور المدارس، فيما عاد حوالي نصف التلاميذ في الدنمارك إلى مدارسهم بعد إغلاق السمر شهر. وفي إسبانيا استأنف قسم من العاملين عملهم في المصانع وورش العمل، بينما تعد السلطات الفرنسية خطتها لرفع إجراءات العزل تدريجيا اعتبارا من 11 مايو القادم. للمزيد من المتابع انضم إلينا من ألمانيا الأستاذ عبد الرحمن عمار الباحث السياسي. بعد التحية أستاذ عبد الرحمن. مرحبا.
يعني هناك بعض الدول الأوروبية زي ألمانيا كذلك النمسا تشهد نوع من تخفيف إجراءات الحظر، البعض الآخر ما زال ملتزم وأعلن التمديد زي إنجلترا. برأيك هل أسباب التخفيف لدى هذه الدول بترجع إلى انحسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا أم بسبب الخوف من الانهيار الاقتصادي؟ حقيقة هما معا في نفس الوقت. إذا أخذنا الحالة الألمانية اليوم، صرح وزير الصحة بأنه تم السيطرة نوعا ما على المرض على اعتبار أن عدد الإصابات مستقر وحتى عدد حالة الشفاء أصبحت أكثر من عدد الإصابات وعدد الوفيات أقل بكثير من الدول الأخرى، وطبعا بسبب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بالأساس على الصناعات والمعامل الصناعية والتصدير، فهناك دائما رغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية، وهذا ما تنتقده المعارضة الألمانية التي تقول بأن السياسة الآن تستجيب لضغوطات اللوبيات الاقتصادية التي ربما لا تفكر في مصلحة المواطنين وفي الصحة العامة وتفكر في مصالحها الاقتصادية. وحتى العودة التدريجية مثلا إلى المدارس ابتداء من فاتح الشهر القادم يتعرض للانتقاد لأنه لم توفر بعد كل الشروط الصحية كالكمامات وأيضا أدوات التعقيم، وليس مضمونا أن يلتزم الطلاب والتلاميذ في المدارس بالمسافة القانونية، وبالتالي هناك مخاوف لكي يرتفع العدد في الأسابيع القادمة. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني توقعات حضرتك لما تقول إليه الأمور بعد التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر خاصة في ألمانيا وحضرتك مقيم فيها، هل تتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها كعودة التلاميذ إلى المدارس، وخاصة أن هناك تصريحات لعالم فرنسي ديدي راؤول بأن الفيروس طبيعيا سيزول خلال الأسابيع القادمة، هذا بالإضافة مع رغبة الناس لعودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت؟ طبعا الكل يتمنى ويريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها، لكن استطلاعا للرأي هو أجري هنا في ألمانيا يقول بأن غالبية الألمان ضد تخفيف القيود، يقولون سبب ضعف عدد الوفيات في ألمانيا ليس فقط نظامنا الصحي الجيد بل التزامنا بالحظر الصحي وبالتباعد، وبالتالي فإن الفيروس يصعب التكهن بالشكل وطريقة انتشاره، ولهذا فالألمان يقولون بأن سنخفف تدريجيا الإجراءات المعمول بها منذ تفشي المرض في ألمانيا، ولكن يجب أن نكون مستعدين للعودة إلى الحظر الصحي وتشديد الإجراءات في حال ظهرت حالات أكثر في الأسابيع القادمة، يعني هو وضع تحت المراقبة وتفاؤل حذر إلى حد كبير. طب وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا وأن يلقي بظلاله على الدول الأوروبية التي ما تزال تتشدد في إجراءاتها الاحترازية؟ سيكون بعد كورونا نقاش كبير حول التضامن بين الدول الأوروبية، هناك انتقادات كبيرة بأن كل دولة على حدة تفكر في مصالحها الاقتصادية، وبأن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بمبدئه مبدأ التضامن بين دول الاتحاد، وأيضا كان هناك اعتذار رسمي من الاتحاد الأوروبي لإيطاليا لأنها تركتها في أول أزمة فيروس كورونا. صحيح، هذا صحيح، ولكن هذا دليل بأن كل دولة تفكر في مصلحتها، وحتى ألمانيا وهولندا ترفضان اقتسام الديون المترتبة عن كورونا مع الدول الأخرى، وتقول إذا تقاسمنا معكم الديون سيكون على حساب جيوب وضرائب مواطنينا وسيجلب سخط المواطنين ما سيستغله اليمين المتطرف ضد الحكومات القائمة ليفوز بالانتخابات القادمة، وبالتالي سيكون هناك نقاش حول فلسفة الاتحاد بعد كورونا، وأيضا هناك نقاش حول دور الدولة، بينما يدافع الكثيرون عن أن تبعد الدولة يدها عن كثير من المؤسسات، الكثيرون يقولون الآن بأن المؤسسات تحتاج لدعم الدولة، وهذا دليل على أن الدولة يجب أن تبقى حاضرة وبقوة في المؤسسات الاقتصادية. نعم، شكرا للأستاذ عبد الرحمن عمار الباحث السياسي كان معنا عبر الهاتف من ألمانيا.
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 402 في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس. وذكرت أحدث بيانات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بين الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغت 39 حالة، إضافة إلى وجود 803 إصابة بالفيروس. سجلت الأراضي الفلسطينية حالتي وفاة منذ انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض الدول العربية يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. أوضحت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من الكويت العاصمة الأستاذ حسام فتحي مدير مكتب الأخبار. أستاذ حسام بعد التحية. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. كيف يمكن تجنب الآثار الاقتصادية الوخيمة المتوقعة جراء هذه الإجراءات الاحترازية في الدول العربية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في مناطق الصراع؟ الكويت بدأت حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاحترازية المهمة اللي بتساند الشركات الصغيرة والمستثمرين الصغار والبنوك والقطاعين العام والخاص، دعم مباشر مادي بالإضافة إلى تأجيل للمدفوعات والأقساط والمستحقات المترتبة على العديد من الجهات الاقتصادية. بتسعى الكويت حاليا لترتيب لما بعد اثار جائحة كورونا ان شاء الله بمزيد من تنشيط ودعم الاقتصاد سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الاستثمارات الخارجية الكويتية. نعم، هناك أيضا بعض الإجراءات الاحترازية اللي حذرت منها لجنة دولية للصليب الأحمر من تفشي فيروس كورونا في بعض الدول اللي بيهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص زي مناطق الصراعات، وده هيفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. الحمد لله الكويت بعيدة عن مناطق الصراعات. الكويت معروفة بدورها إطفائي للصراعات في دول مختلفة، وبتبذل في سبيل ده كثير من الجهد والمال في نفس الوقت، والحمد لله مش في بؤر الصراعات. نعم، احنا بنشكرك الأستاذ حسام فتحي مدير مكتب مؤسسة الأخبار اليوم. ارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد 19 في الصين اليوم لتشمل 1290 وفاة إضافية، بذلك ترتفع حصيلة الوفيات إلى 4632 حالة منذ ظهور الفيروس في ديسمبر الماضي، كما ارتفع عدد الإصابات أيضا لكن بمقدار 325 فقط ليتجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين 80,000. أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10,632 حالة. وبحسب آخر البيانات الرسمية بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد 230 حالة، في حين تم شفاء 72 حالة.
أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر. قال موريسون إن بعض الإجراءات مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض ستظل سارية على الأرجح لشهور نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة. وسجلت أستراليا عدد إصابات بلغ 6500 فيما وصلت أعداد الوفاة إلى 63 حالة. قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرجاء العرض العسكري السنوي في الذكرى 75 للانتصار السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. نشهد وضعا يتغير يوميا ولسوء الحظ يتغير للأسوأ. عدد المصابين بكورونا يتزايد وأكثر من ذلك هناك المزيد من الحالات الخطيرة بالمرض وسيكون الأسبوع المقبل حاسما. يتعين أن نستعد لأي سيناريوهات محتملة وسنطلب مساعدة وزارة الدفاع إذا تطلب الأمر. مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا وتسجيلها أرقاما قياسية في الإصابات والوفيات جاء تأجيل أكبر عرض عسكري في روسيا بسبب مخاوف من تفشي الفيروس. عيد النصر أكبر عرض عسكري تنظمه روسيا سنويا وذلك احتفالا بالذكرى الانتصار السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على النازية والتي تحل هذا العام الذكرى 75 له. ومع تخوفه من الأرقام المسجلة في الإصابات والوفيات في روسيا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إلغاء العرض العسكري وكافة التحضيرات الخاصة به وغيرها من الفعاليات الجماهيرية مشيرا إلى أن العرض هو احتفال بالسلام والأمن لجميع المشاركين وليس الوقت مناسبا لتنظيم أي احتفالات. ومع تسجيل نسب إصابات قياسية بالفيروس رحب الكرملين بعرض الولايات المتحدة الأمريكية تزويد روسيا بالمعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعية وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة حجم انتشار الفيروس في روسيا. وتحيي روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في 9 مايو كل عام عبر عرض عسكري كبير يسير خلاله آلاف الجنود في الساحة الحمراء وتحلق خلاله طائرات عسكرية بشكل منظم فوق العاصمة موسكو. وكان يفترض أن تكون مناسبة هذا العام فرصة استعراضية مهمة لبوتين حيث دعي قادة من أنحاء العالم وجنود قدامى من كامل روسيا للمشاهدة والمشاركة في الاحتفالات التي كانت ستمتد لأربعة أيام. إلا أن فيروس كورونا جاء ليؤجل أجندة كافة الفعاليات ليس في روسيا وحدها بل في العالم أجمع. حذر بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي من استمرار الأنشطة التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص شرق البحر الأبيض المتوسط. يأتي هذا عقب تحركات السفينة يافوز التركية الوشيكة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص. أعرب ستانو عن إدانة الاتحاد الأوروبي للنشاط التركي المستمر المتعلق بالحفر غير القانوني في شرق البحر المتوسط موضحا تضامن الاتحاد مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي. جرت عملية تبادل جديدة للسجناء بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد مع اقتراب عيد الفصح التي تحتفل به الأحد القادم الدول ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية. يذكر أن الحرب بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين كانت قد أسفرت عن وفاة أكثر من 13,000 شخص منذ بدايتها في أبريل 2014 عقب بضعة أسابيع من ضم روسيا شبه جزيرة القرم. مشاهدينا الكرام نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل.
مبعوث الأمم المتحدة لليمن يتوقع اتفاق أطراف النزاع على هدنة قريبا. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية وميرفت المليكي. تفضلي ميرفت. شكرا لك شروت، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. وزارة المالية تؤكد التنسيق مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب أبريل اعتبارا من الأحد المقبل. أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن هناك تنسيقا كاملا مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالي للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل بدلا من يوم الخميس. وقد أوضح معيط أن ميكنة الموازنة قد أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون على 4 أيام بدلا من يوم واحد، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصرف الآلية، وذلك على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. أعلن البنك المركزي المصري إعفاء البنوك العاملة بالسوق المصرية من تطبيق قرار منع تركز محافظها الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة بهم. وقد قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن القرار يسري لمدة عام واحد، ويأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يناير وفبراير من عام 2020 بمقدار 1,300,000,000 دولار، لتصل خلالهما إلى نحو 5,200,000,000 دولار. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تواجه أزمة فيروس كورونا من مركز قوة، نظرا لقوة مركزها المالي واحتياطها الضخمة مع ديون حكومية منخفضة نسبيا. وقد أكد الوزير ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية العالمية. قالت 3 مصادر مطلعة اليوم إن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، أخطرت بعض المصافي في آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في مايو. يأتي هذا بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج 9,700,000 برميل يوميا في مايو ويونيو، بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاما. ويهدف الخفض لتخفيف تخمة المعروض التي تفاقمت بفعل انهيار في الطلب العالمي على النفط عقب انتشار فيروس كورونا. تحولت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى الانخفاض بعد أن ارتفعت ما يزيد عن دولار للبرميل في وقت سابق اليوم. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 19 دولارا و25 سنتا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002. وقد سجل سعر برميل نفط من الخام الأمريكي انخفاضا بنسبة أكثر من 12% خلال الأسبوع، ليصل مجددا إلى أدنى مستوياته منذ 18 عاما، بينما تراجع برنت بنحو 10%. إلى أسعار الذهب التي تراجعت بأكثر من 1%، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي. وقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليسجل 1,701.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع بنحو 0.5% منذ بداية الأسبوع،
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد تراجعت الفضة بنسبة 2.6% لتسجل 15 دولارا و21 سنتا للأوقية، كما هبط البلاتين بنسبة 9% ليسجل 776 دولارا و21 سنتا للأوقية. كشفت إحصاءات رسمية نشرت اليوم أن الاقتصاد الصيني قد شهد تراجعاً للمرة الأولى في تاريخه. في الفصل الأول بلغت نسبته 6.8% على مدى عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى توقف نشاط البلاد. وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل في الفصل الأخير من عام 2019 نموا بلغت نسبته 6% على مدى عام. نهاية أخبارنا الاقتصادية وعودة لزميلة شروت لاستكمال ما تبقى من البانوراما. إليك. شكرا ميرفت. ونواصل مشاهدينا تقديم أخبارنا السياسية. توقع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيس الوصول إلى اتفاق قريبا بين الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد. وأشار جريفيس إلى أن الاتفاقات المرتقبة تشمل الإفراج عن السجناء والمحتجزين وفتح مطار صنعاء وغيرها من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية. بمساعي أممية يترقب اليمن اتفاق الأطراف المتحاربة قريبا على وقف شامل إطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية. مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أوضح أن الاتفاقيات المرتقبة بين الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي والحوثيين قد تشمل الإفراج عن السجناء والمحتجزين وفتح مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين المدنيين وفتح الطرق وضمان دخول السفن التي تنقل السلع ميناء الحديدة، بما يساعد في منع تفشي فيروس كورونا. تضاعف الأمم المتحدة جهودها مجددا للتغلب على الخلافات القائمة قبل أن نجمعهم في لقاء، حيث سيتم طرح هذه الاتفاقات على الطاولة ويحدوني الأمل في تبنيها ونشرها. الاتفاقات المرتقبة جاءت كدفعة من جانب جريفيث للسلام في اليمن بعد دعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي لوقف عالمي لإطلاق النار حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة وباء كورونا. يأتي هذا في الوقت الذي لم يسجل فيه اليمن سوى حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما توضح جماعة الإغاثة أن تفشي كورونا قد يكون كارثيا بالنظر إلى تدهور النظام الصحي في اليمن وانتشار الجوع والمرض بعد 5 سنوات من الحرب في البلاد. وعلى الصعيد الميداني، وقبل الاتفاق الرسمي على وقف إطلاق النار، نجحت قوات الجيش اليمني في صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها غرب محافظة مأرب، وتكبدت الميليشيات خسائر بشرية فادحة. يأتي هذا بينما تواصل قوات الجيش اليمني التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية من جانب واحد، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد. نشرتنا مشاهدينا الكرام مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. عودة رائد فضاء إلى الأرض بعد مهمة عمل في محطة الفضاء الدولية استغرقت عدة أشهر. عاد
عاد اثنان من رائدي الفضاء بوكالة ناسا الأمريكية وآخر روسي إلى الأرض بعد مهمة عمل في محطة الفضاء الدولية استغرقت عدة أشهر. وعاد الرواد الثلاثة على متن مركبة الفضاء سيوز في أحد القواعد الجوية بكازاخستان بعد إجرائهم مزيد من الأبحاث العلمية. وتعد هذه الرحلة الأولى إلى الأرض لطاقم من محطة الفضاء الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا في العالم في مارس الماضي. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. مجلس الوزراء ينفي تخفيف الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا في الوقت الراهن. حصيلة ضحايا فيروس كورونا في سائر أنحاء العالم تقترب من 150 ألف وفاة. الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.